لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي زيزي. النهاردة جايبه لكم وصفة رائعة جدا للتخسيس بثلاث مكونات. زي ما انتم شايفين مكونات كلها طبيعية وغير مكلفة خالص، بنجيبها من عند العطار. المكونات اللي انا استخدمها معايا النهاردة دي عايزة اقولك انها بتحرق وبتفتت الدهون بطريقة رهيبة جدا. هنعمل بقى مشروب لطعمه لذيذ جدا، هنقوله دلوقتي وهنقول ازاي هنستخدمه. يلا بينا نقول مع بعض ايه مكونات الوصفة بتاعتنا الجميلة اللي احنا هنعملها النهاردة دي. خليكم عزيزي. اول مكون هحتاجه معايا النهاردة هو نص معلقة من الكركم، وده بيكون شكله طبعا كلنا عارفين الكركم بنجيبه من عند العطار. وكمان هحتاج نص معلقة من القرفة او الدارسين، بتسمى في بعض الدول الدارسين. هحتاج برضو نص معلقة فقط. اما اخر مكون معايا هحتاج نص معلقه من الزنجبيل، ويعني انتي ليكي حريه الاختيار. لو انتي عايزه تضيفي زنجبيل فريش اللي هو الطري اللي بنبشره بالمبشره، عملنا بيه وصفات كتير، لو متوفر عندك. لو مش متوفر ممكن تستخدمي الزنجبيل البودره ده اللي احنا بنجيبه برده من عند العطار. هنستخدم برده نص معلقه فقط من الزنجبيل. طريقة استخدامنا للوصفة، هنجيب كوب من الماء الدافئ، يعني يفضل ان انت تغليه وتسيبيه لحد ما يبرد يبقى دافي فقط. وبعد كده هنضيف عليه نص معلقة من الزنجبيل، وزي ما انتم شايفين كده زي ما قلنا نص معلقة من الزنجبيل، وكمان نص معلقة من الكركم بالشكل ده. واخر مكون معايا هضيف نص معلقة من الدارسين او القرفة. والمكونات دي كلها زي ما اتفقنا بنجيبها من عند العطار. هنبدأ نقلب بقى المكونات كلها كده في المشروب بتاعنا. ولو انت عايزة تحليه حليه بالعسل، يعني ممكن تضيفي معلقة من عسل النحل الابيض. لو مش عايزة تحليه ممكن تشربيه عادي كده، لكن طبعا ما ينفعش ان احنا نضيف سكر خالص كده. المشروب بتاعي يا بنات زي ما احنا شايفين كده بقى جاهز ان انا استخدمه. طيب انا هستخدم المشروب بتاعي ده ازاي؟ هنستخدمه كل يوم ان شاء الله قبل الفطار. قبل الفطار بنص ساعة يا بنات هنشرب كوب واحد من ده، وكمان قبل الغدا هنشرب كوب من ده، ولو انت بتتعشي يفضل ان انت برضو تشربي كوب من المشروب بتاعنا ده. ويفضل وجبة العشاء تكون زبادي او ثمرة من الفاكهة. عايزة اقولك ان المشروب ده طعمه لذيذ جدا جدا، خاصة لو ضفتي معلقة من عسل النحل هتحسي بطعمه رائع جدا بجد، بيسد الشهية وبيخليكي تحسي بشعور بالشبع. كمان بيحرق وبيفتت الدهون في منطقة البطن والأرداف، بيخسس الجسم ان شاء الله لا يقل عن 10 كيلو. حبايب قلبي دي كانت الوصفة بتاعتنا، وصفة سهلة وبسيطة وغير مكلفة خالص، مكوناتها طبيعية. يا رب الوصفة تعجبكم وتستفادوا بيها. اذا عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لايك للفيديو وشيروا لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد. واستنوا جيجي في وصفة جديدة مع جيجي للوصفات الطبيعية. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.